يعني هو هواية الخط العربي حبيتها، وحبيت معها صناعة أدواتها اللي هي مكملة للخط العربي من حيث الفن والجمال. صناعة الأقلام ليها تاريخ كبير، بدأت مع بداية الكتابة، فكان الخطاطين بيستعملوا مواد طبيعية أو ما تنتجه الطبيعة من أخشاب من الشجر، فبدأوا في استعمال القصب بأنواعه في مختلف البلدان. فكان يوجد في قصب على ضفاف النيل مشهور، قصب مصري، فكانوا يقصوه ويتركوه ليجف، ثم بعد ذلك يقوموا بتقليمه باحترافية بزاوية معينة ليتناسب مع الكتابة بسهولة، ويعطيهم النتيجة المطلوبة في إخراج العمل الكتابي أو العمل الفني. اتجه الخطاطين إلى انتقاء أنواع معينة من القصب بحيث إن هي تساعدهم على جودة الأعمال بسهولة، وبدأوا بانتظار الرحل ليأتوا بالقصب القوي الصلب ذات اللون الداكن. ثم بعد ذلك في وجود التطور للكتابة، فكانوا مضطرين للكتابة بمقاسات أكبر من مقاسات القصب الطبيعية، فلجأوا لصناعة أقلام خشبية أكبر من الحجم الطبيعي للقصب، فليكن الحجم الطبيعي أقصر في حجم له 1 سنتي أو 10 ملي، فيريدون أن يكتبون بأقلام أكبر على ورق لتتناسب مع الورق المقوى، فالتجأوا إلى صناعة أقلام توصل إلى 20 سنتي أو 50 سنتي. فكان يجب عليهم انتقاء أنواع جيدة من الأخشاب التي تساعد على الكتابة بسهولة ويسر. يجب أن يكتب الخطاط بأجمل قلم، فالتجأ الصانع إلى الخامات الجديدة المستحدثة مثل خامات الأكريليك، فمنه الأكريليك الشفاف الكريستالي والأكريليك العاجي كلون العاج وأنواع أخرى. فاحترف الصانع في تقليد القلم الخشبي ليعطي نفس النتيجة برونق أفضل. على سبيل المثال، مقلمة الخطاط كان يحمل فيها 10 أقلام مختلفة الأحجام، فجاءت الفكرة أن نجعل مقبض قلم واحد ورؤوس متغيرة بحيث أن الخطاط يسهل عليه حمل قلمين 20 رأس فقط ولا يحمل مجموعة أقلام كبيرة. فنفذت هذه الفكرة بشكل احترافي من خامات النحاس سهلة الفك والتركيب برؤوس مختلفة الأحجام وخامات مختلفة من الأخشاب ومن الأكريليك المستحدث. مراحل صناعة الأقلام هي مراحل متعددة، تبدأ بمرحلة صناعة مقبض القلم ويكون من الخشب اسطواني الشكل، يخرط بالمخرطة بحيث انه يكون اسطواني ويكون سهل المسكة للخطاط. اما المرحلة الاخرى فهي مرحلة رؤوس الأقلام، وتصنع بطريقة القص بالمنشار بحيث انها تعطينا الشكل المطلوب وتثبت على المقبض باحترافية.
مميزات الأقلام أنها تكون خفيفة الوزن ولا تكون عائقاً للخطاط في تنفيذ لوحاته في جميع الظروف. يجب أن يكون القلم مستقيماً غير ذي عوج ليعطي مسقط نظرياً للحرف سهل النظر. تنظيف القلم يعتمد على نوع الحبر المستخدم. الحبر الأسود المائي مثلاً ينظف بالماء الدافئ، يطرق قليلاً في الماء الدافئ ليحل الذي تصلب من الحبر على وجه القلم ثم ينظف برفق. أما بالنسبة للأحبار الصناعية أو الكيميائية أو حبر الأكريليك فهو أشد صلابة من الأحبار العربية المائية، فالأحبار الكيميائية تستخدم في تنظيفها بمادة الكحول وليس الماء. نتوجه بالشكر والتقدير لمؤسسة خولة في الإمارات للثقافة والفن لرعايتها لفن الخط والخطاطين لدورها في الحفاظ عليه.